ذكرت الصبغات والصيف بقى بيجي الناس تمام. كلها بتبقى خلاص عايزه تغير وعايزه تعمل نيو لوك، واكتر الناس يا اما يعملوا شعرهم اصفر قوي يا اما احمر قوي، تمام والالوان دي اكتر الوان هي بتبقى ضاره الحقيقه للشعر. تمام ازاي بعد الصبغه اقدر احمي شعري، او ايه الوصفات برضو اللي انا اقدر اعملها عشان احمي شعري؟ برضه هنشتغل على الماسكات الطبيعيه برضه. كل الماسكات الطبيعيه اللي هي بترطب الشعرايه بعد ما الشعرايه بتفقد البروتين بتاعها الشعرايه، يعني انا شخصيا لما بصبغ شعري بلاقي الشعر بيتقطم، بيتقطع بيت اه بيبقى ده دليل على بيتقطم ان كده. الشعرايه جافه فناقصه، عايزه ترطيب. تمام. فانا استخدم الحاجات اللي هي انا بحس انها فعاله معايا وبستخدمها ترطب الشعرايه معايا، ادور على المنتج المناسب اللي هو يديني ترطيب بكفاءه عاليه للشعرايه. في توقيت معين ينفع اصبغ فيه ولا لا؟ يعني عشان الشمس مثلا، يعني اصبغ وانزل عادي في الشمس عادي ولا ملهاش علاقة هي خالص؟ ملهاش علاقة قوي يعني، برضه هنرجع برضه للترطيب الشعري ده مهم جدا.